نروح اليوم على المنتخب الكندي وديما مغرب ديما مغرب. انا حيت المغرب ربحت بجوج الفرحه بمدينه الرشيديه الان. السلام عليكم. بهذه المناسبة الكريمة تنهديو هذا الفوز لجميع المغاربة، وتنهديو المغاربة اللي شرفونا بهذا المبارك السعيد، تحية لهم الدور الثاني، وهاد التحيات وهاد الأفراح تنهديوها للرياض الأول صاحب الجلالة نصر الله، وتنتمناو إن شاء الله باش يكون واحد التألق في المقابلات المقبلة في الدور الثاني. وتنشكر جميع المغاربة اللي خرجوا في هذا الشارع وهذه الفرحة، والله يداوم علينا فرحة وتهاني لصاحب الجلالة نصر الله والشعب المغربي كافة. وشكرا لكم جميعا، وتنتمنى إن شاء الله التألق في الدور الثاني إن شاء الله. شكرا وهنيئا لجميع المغاربة في هذا الفوز، وهذا الفوز تنهديه لصاحب الجلالة وجميع المغاربة في أنحاء العالم، وشكرا لكم. شكرا شكرا المغاربة، يحيى المغرب 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 يحيى صورة علي المغاربة. شكرا شكرا.